بنسبة 99.99%. كل الأعذار كاذبة. من يريد يستطيع، من يريد التواصل سيتواصل، من يريد الاهتمام سيهتم، من يريد منح الوقت سيجد الوقت، من يريد إظهار الحب سيجد الطريقة والوسيلة، ومن يريد الهروب سيجد ألف باب ونافذة وحيلة. هناك أشياء لا تقررها الظروف بقدر ما نقررها نحن. نحن من نتمسك ونحن من نفلت، نحن من نبني ومن يفتت، نحن من يلم الشمل ونحن من يشتت.